أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فتحية الإسلام السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل برنامجنا في هذا المهرجان السنوي الكبير في يومنا الثاني في الفترة الصباحية لفئة الحجايج، انطلاقة موفقة وصحيحة وقوية لشوط آخر يحمل في طياته فئة الأبكار، وهو الشوط الحادي عشر. نتابع هذه المسيرة، نتابع هذه التحديات في هذا المهرجان السنوي الكبير هنا في ميدان التل الذي يأتي بتوجيهات ودعم من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، الذي أبدى اهتمامه بهذه الرياضة العربية الأصيلة وأبناء شعبه. شكرا يا أبو خالد على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة. برزمان على مقدمة الشوط، سليمان بن علي بن سطيط بن سالم الوهيبي من يقدم برزمان على المركز الأول، لتليها على المركز الثاني العفريت محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث عندنا مفنودة ومحمد بن فاضل بن عبد الله المعمري قادم مع مفنودة، والمركز الرابع الشاهينية خالد بن محمد بن علي الشامسي المتابعة من بالكندي الشامسي. أما المركز الخامس الوصول والقدوم في هذه اللحظة من قبل سيوف ومصبح بن هلال بن راشد الكعبي، النقلة التالية إلى المركز السادس وترف محمد بن بخيت بن الحميدي الذي يأتينا بالمركز الخامس والمركز السادس فلك ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، والمركز السابع التواجد من قبل ضبا وسعيد بن عبيد الميالة الاشتبي. أما المركز الثامن في شعار أيضا يتقدم، والوصول من قبل اللي هي هقول. يا سلام يا سلام على هذا الاندفاع من شذا سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاشتبي، والمركز الثامن راهية سهيل بن سالم بن سعيد الخيالي، والمركز التاسع شعار بن حميدان ايضا قادم بالمركز التاسع مع اللي هي فلك نعم، والمركز العاشر عندنا اختيار وعلي بن راشد النيادي. هذه الاسماء الحاضره مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة، وفي شعارات أيضا خارج التغطية تنتظر الكيلو المتر الأخير يا متابعين يا مشاهدين، لنا عودة مع مقدمة الشوط ويا محاسن الصدف أنها بالمركز الواحد وتحمل الرقم واحد في مقدمة الشوط مفنودة محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري الذي يقدم مفنودة، الأداء، مفنودة الشكل، مفنودة المركز، مفنودة الأصل، ما شاء الله وعصاها في الإبطان. المتابعة من المركز الثاني الهجوم والقدوم من قبل ضبا سعيد بن عبيد بن علي الميالة الاشتبي. أما المركز الثالث الوصول من قبل العفريت محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، والمركز الرابع عندنا ترف محمد بن بخيت الحميدي بن برقان الذي يأتي بالمركز الخامس من الجانب الآخر أيضا وتتواجد شذا سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان، والمركز السادس وصلت مياسة اللي بالمركز السادس، والعبد الله الدرعي الذي يأتينا بالمركز السادس. الأسماء بدأت، أهل الطلايب وصلت، والحركات بدأوا يحركون ولكن التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط ضبة اللي سرحت بالمركز الأول بشعار السيد سعيد الميالة على المركز الأول، ولكن عادت مرة ثانية مفنود
العود لمحمد بن فاضل المعمري والوصول أيضا من قبل اللي هي شذا أسي بن جعفر بن مرخان. بن مرخان يتقدم بالمركز هناك ومياسة، مياسة وصلت عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي، الخوف من الزرعي، الخوف من الزرعي، هاجم هجمة لا تنصد ولا ترد أهل البدية، أهل البدية. ولكن المتابعة من المركز الأول، المركز الأول ما زالت الصمود من قبل شطبة بن ميالة بن ميالة بن ميالة ومياسة الزرعي، مياسة الزرعي. اللحظات الأخيرة الله يهل البدية، بدوا بالسرعة بدوا بالسرعة بدوا بالسرعة. يا سلام يا سلام يا أبو سالم يا أبو سالم، أنت في حصار قوي. الهجوم 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 من قبل من قبل من قبل مفنودة محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري. يا هي معركة من الجانب الآخر أيضا تتقدم شذا سيف بن جعفر بن مرخان، ولكن مياسة مياسة ومفنودة 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 المعمري، مفنودة المعمري فازت بالمركز الأول. محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري تهانينا والناموس على فوز مفنودة بالمركز الأول. مشكور يا سعيد العويسي على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار. تهانينا تهانينا لراعي مفنودة محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري اللي وصلت بالمركز الثاني. مياسة وصلت بالمركز الثاني، قدمت عرض رائع تشكر عليه، ووصلت بالمركز الثاني عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي. أما اللي وصلتنا بالمركز الثالث شذا، وصلت بالمركز الثالث سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. المركز الرابع كان من نصيب ضبا سعيد بن عبيد بن علي الميالة الاجتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس الضبي سعيد بن سيف بن شوط الخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، وسلاماتنا إلى الخزنة. نهني محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، نهني على فوز مفنودة بالمركز الأول. استمتعنا في هذا الشوط بأحلى دقائق. نشوف التوقيت الزمني، 6 دقائق و6 ثواني، 6 دقائق و8 ثواني وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن فاضل بن عبد الله المعمري. صباح الخير يا أهل الخزنة على هذا الانتصار الذي تحقق في هذا المهرجان. نشوف اللي وصلت بالمركز الثاني، مياسة وصلت بالمركز الثاني لعبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 9 ثواني و2 جزء من الثانية. تهانينا والناموس اللي وصلت بالمركز الثالث شذا سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي، 6 دقائق 9 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.